السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي. إذا عندك شجرة تين في البيت أو أشجار تين في البيت وفي عندك مي، حاول تسقيه قدر الإمكان إذا كان في مثل هذا التوقيت، يعني بداية تقريبا ظهور أوراق شجرة التين، يعني أول ما تبلش شجرة التين تخضر عندك وتكون أوراقها جديدة. طبعا هي هنا مطولة لا تثمر ويصبح ثمرها كبير. طبعا هاي الشجرة اسقيها قد ما تقدر في الماء، طبعا إذا بدك إياها تكبر بسرعة. أما إذا بدك إياها تكبر بسرعة عادي، لا تسقيها، اتركها على حجمها الطبيعي أو تنمو شوي شوي، يعني مثل ما يقولوا بتاخذ وقتها. أما إذا أنت مستعجل وبدك إياها تكبر بسرعة ويصير عندك أشجار تين كبيرة ومثمرة، في عندك مي بالبيت اسقيها قد من تقدر عادي. الشجر التين يحب المي، لكن بشرط ما تسقيها أثناء الثمر. يعني مثلا الشجرة مثمرة بدها تقريبا 20 يوم 15 يوم تستوي الثمرة، لا تسقيها نهائيا، لأن المي تأثر على الثمر والثمر راح يدود، وطبعا راح يمخط، يعني مخط حبة التين تمتلي فيه المياه وتسيل حتى تقع إلى الأرض وتدود، وفي منه يدود وبعده هو موجود على طبعا الأشجار. لذلك أنا في عندي مي كثير هون الحمد لله في البيت، وطبعا مثل ما لكم شايفين هاي شجرة التين عمرها سنة، شايفين قديش كبير، كانت صغيرة يعني نصب صغيرة طبعا، لكن أنا بسقيها طالما في عندي مي في البيت أنا بسقيها. طبعا هاي هي المياه مثل ما لكم شايفين، هاي هي المياه. طبعا أنا طالما انه في مي في البيت بسقيها. مو بس احبابي شجر التين، شجر الرمان، شجر الافوكا، شجر، شو في عندك شجر في البيت في عندك مي، خلي المي عليه على طول، هذا الشجر راح ينمو بسرعة كبيرة جدا. طبعا انا بحكي لكم عن تجربة، فبتمنى منكم اللي عنده شجر تين، اللي عنده شجر رمان، اللي عنده شجر افوكا، شجر برتقال، شو ما كان يكون، كثر له من المياه، راح يكبر بسرعة كبيرة جدا، لأن المياه راح تزيد العصارة طبعا في الشجر، لذلك راح تكون نموه سريع. مثل ما لكم شايفين نمو شجر التين عندي سريع، يعني هاي الشجرة عمرها سنة، شايفين قديش كبيرة، وهاي الشجرة عمرها سنة. طبعا نحن جبناهم في الفازة كانوا صغار جدا طبعا، وكبروا سبحان الله، وأنا شلت منها أغصان، يعني شلت من هاي الشجرة بما أنه نوعيتها كويسة، شلت منها أغصان وزرعت في مكان ثاني. طبعا زرعت هون، زرعت غاد طبعا، وأغلبيتهم محطوطات في الفازات يعني مشان أنقلهن إلى مكان ثاني. فبتمنى منكم إذا الفيديو عجبكم إعجاب في الفيديو واشتراك في القناة، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله.